شاف المرض في بدايته ممكن يبقى فيه طرق للعلاج بتاعته، وانه دايما عارفين انه بعض الامراض الجلديه بيبقى فيها شبه من بعض، يعني أكيد. ممكن التشخيص بتاعها يكون متقارب بالنسبه للناس اللي ما عند بالنسبه للناس اللي مش اطباء، يقول لك بص ده شويه بس حاجه كده وهتروح مع الوقت، حط لها اي مرهم وهتبقى كويسه وزي الفل. ازاي اقدر النهارده اشخص اذا كان ده بهاق ولا اي مشكله او اي مرض جلدي تاني؟ طيب طبعا هو الدكتور الجلدية هو اللي بيشخص، مش أكيد أي طبعا. حد. لا أنا بتكلم إنه إن الناس وهي قاعدة مع بعض كده ممكن يظهر حاجة فيقول لك لا بص دي بس دي حاجة كده ما بسيطة أنا كده. يعني بص، هو مش المفروض إن أنا وأنا قاعدة حد يبص ومش أكيد دكتور، طبعا المفترض. الكلام ده بيعمل بلبلة جامدة جدا عند المريض، وللأسف الحالة النفسية بتاعته بتسوء لما بيحس إن الناس اللي حواليه واخدة باله، واخدين بالهم إن في ديفكت عنده. هو إحنا عندنا جهاز في الجلدية اسمه وودس لايت، ده جهاز بسيط جدا ورخيص خالص، بمجرد ما نعمل ابلكيشن للجهاز على الجلد بنقدر نفرق اذا كان ده بهاق ولا تينيا ملونه اللي هي البيضاء يعني، او حاجه تانية اسمها مورفيا يعني ايا كذا. كان بنقدر نشخص بشكل نقدر سليم. نشخص ونحدد التشخيص بتاعنا بالظبط. كويس. نتيجه التشخيص ونتيجه الهيستوري اللي باخده من العيان بتاعي او الحاله بتاعتي، بقدر اعرف الحاله دي لسه ريسنت يعني لسه حديثه، ولا بقاله كتير وخد علاج ايه. التاريخ المرضي مهم جدا ليا انا كدكتور عشان اعرف انا اعالج ازاي. خلاص، هو اهم حاجه ان انا وانا بعالج لازم اعرف الحاله دي متقدمه، يعني في البروجرس بتاعها عالي، يعني اساله مثلا دي بقالها قد ايه، كبرت، ثابته ولا لا. طبعا هو لما بيبقى المرض نفسه اكتف بيبقى المساحة عمالة تزيد من وقت للتاني في وقت قصير. كويس. أهم حاجة عندي إن أنا لما أعرف نقطة زي كده إن أنا أعمل ستابيليتي للحالة. يعني ما أخليش الموضوع يكبر أو يوسع. ده أهم حاجة. ستابيليتي إن أنا أوقف الحالة لغاية الجريد اللي هي موجودة، بحيث إن أنا أبجريد بقى وأبتدي أعالج عشان يبقى فيه علاج ويبقى فيه نتيجة. كويس.